النادي المقاولين بقى، خلينا نروح للمقاولين العرب، لانه المقاولين العرب الحقيقه في حياه المصريين نادي كبير ونادي مهم جدا جدا. المقاولين العرب من بعد ما وصلت الكونفدراليه وبتلعب مع الكونفدراليه ورابع وخامس دلوقتي الموقف صعب جدا. ايه اللي حصل؟ المقاولين العرب يا كابتن اسلام ثالث الانديه المصريه حصولا على البطولات بعد النادي الاهلي والنادي الزمالك، فاسم كبير وعلى مدار التاريخ زي ما انت بتقول هتلاقي حاله حب كبيره جدا من الجمهور المصري مظبوط لنادي المقاولين العرب، والناس بيبقى صعبان عليها ان المقاولين يمر بازمات او يواجهوا مشاكل في الدوري، بتبقى الناس زعلانه عليه. ودي حاجه مسؤوليه كبيره جدا لينا. انا بقى لي 5 مواسم في المقاولين العرب، من اول موسم ليا في الولايه الاولى للكابتن عوده كنا بننافس على الدوري في الدور الاول كله، كنا بننافس النادي الاهلي على الدوري، نهينا الدور الاول تاني بفرق نقطه على النادي الاهلي في الموسم الاول للكابتن عوده لما كنا متواجدين من 5 سنين. بعد كده الدور التاني حصل دروب، بعد كده جه كابتن علاء نبيل بدا يعتمد على اولاد النادي والناشئين، فالتجربه بتاعه الكابتن عوده انهارت. كابتن علاء نبيل بدا يعمل تجربه جديده ما وفقش فيها، لكن عمل فريق محترم. جه الكابتن عماد النحاس، كان ترتيبنا في الجدول اخر فريق في الدوري، كان 7 نقط بس من 9 مباريات. كابتن عماد النحاس خدنا من اخر فريق في الدوري للخامس في نهايه السيزون. الموسم اللي بعده حطينا هدف كلنا وقعدنا مع بعض من بدايه السيزون. كابتن عماد كمان عنده حاجه جميله جدا، صنع حاله كويسه قوي جوه اوضه اللبس، كان بيشاركنا بشكل مستمر قريب مننا. ايه الفرق بقى عماد النحاس، بما انه كل جمهور النادي الاهلي بيحب عماد النحاس الحقيقه، عماد النحاس تحديدا كمدرب، الناس اللعيبه انا شخصيا كمان عارفه كلاعب، لكن كمدرب ايه؟ لا مدرب، بص يا كابتن اللي انت خدته من عماد، انا ارجع لك العوده طبعا. بص يا كابتن اسلام، انا زي ما بقول لك انا من النوع اللي بذاكر ورا كل المدربين وبكتب وبسجل، وتعاملت مع مدارس مختلفه، راينارد سوبل الالماني، والتر مويس بلجيكي، باتريس نوفو فرنسي، كمان كابتن محسن صالح اتمرنت مع وكابتن شو غريب، اتمرنت مع مدربين كتير جدا يعني، فبسجل ورا كل المدربين دي الايجابيات والسلبيات. كل مدرب عنده ايجابيات وعنده سلبيات طبعا. كابتن عماد النحاس عنده ميزه كبيره جدا، عنده من كل حاجه كويسه حاجه، يعني هو مش شاطر في جزئيه واحده 100%، لا هو واخد من كل حاجه حاجه. فدي اللي منجحها كابتن عماد، الكوره فعلا مش تدريب فقط، مش شغل تكتيك وجمل فقط لا غير، ازاي تعرف تتعامل مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس، ازاي اللعيبه تحبك، ازاي لما تواجهك مشاكل جوه النادي سواء ماديه او اداريه او اي مشاكل تانية تقدر اللعيبه دي تستحمل عشانك. هو كان عنده الحته بشكل كبير جدا. وزي ما بقول لحضرتك في الفاصل وانا وانت بنتكلم، كابتن عماد قعد في بيته 3 مرات أو مرتين اللعيبه اللي كانت بتروح تجيبه من البيت، كان عايز يمشي من المقاولين يعني. فده ان دل يدل لا لما توصل اللعيبه لمرحله الحب دي يبقى انت نجحت في الجزئيه دي بشكل كبير جدا. فوصلنا الكونفدراليه، حصل بقى الاخفاق بعد الكونفدراليه. كمان الكونفدراليه كان حظكم وحش قوي، كانت بدايه خرجنا كمان بفعل فعل يعني، لا وكانت بدايه الكورونا انا فاكر، بدايه الكورونا كان عندنا 18 لعيب مصاب بالكورونا، انا فاكر القصه، وقعدنا فيها فتره طويله. فبدانا الموسم بشكل وحش جدا، لكن برضو لمينا نفسنا وقدرنا نرجع في نهايه السيزون وناخد مركز ثامن. خرجنا برضو، عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو عشان يعني احقاقا للحق، الكابتن عماد النحاس في سنتين اللي في الاول اخذ بكل اسباب النجاح عشان كده نجحنا. اوكي. بعد كده الدروب اللي حصل ده، لان دايما النجاح ليه 1000 أب، لكن الفشل دايما كله بيهرب من المسؤوليه. وانا بحكم وجودي جوه اوضه اللبس وجوه النادي، وانا بحب المكان ده جدا ومخلص جدا للمكان ده، ولاعيبه كتير مش انا لوحدي، محمد سمير وابو السعود ولاعيبه كتيره جدا، احنا حبينا النادي ده بالناس اللي موجوده جوه النادي، المهندس محمد عادل، المهندس محسن صلاح، الناس دي حببتنا في النادي بشكل كبير جدا. لان انت دلوقتي بتلاقي انديه بلاعيبه كتير، حته الانتماء للمكان قليله جدا، ما بقتش زي الاول، مش قليله، ما بقتش زي الاول. مجرد ما اللعيب بيعرض عليه مبلغ اكتر بيبيع المكان اللي هو فيه، وان كان المكان اللي فيه هو اللي بيصنعه. طموحه كده، مش طموح، هي وجهات نظر وكل واحد فينا ليه وجهه نظر، لكن في النهايه برضو لا يصح الا الصحيح. في ناس النهارده بتشتري اماكن تانيه بالفلوس، لكن لما بيقعد بينه وبين نفسه او بعد ما بياخد الخطوه دي بيراجع نفسه 100 مره ان هو اخطا في حق المكان. امثله كثيره جدا، كثيره جدا في كل الانديه، مش كل في نادي معين، طبعا في كل الانديه طبعا. فاحنا بنحب النادي ده جدا، وعارفين احنا ترتيبنا في الجدول دلوقتي صعب جدا، لكن الواحد عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي اداره النادي وفي الجهاز الفني الحالي ان شاء الله، وفي اللعيبه الكبيره اللي موجوده في اوضه اللبس، ان احنا ان شاء الله هنقدر نخرج من الازمه دي ونعدل المسار باذن الله الفتره الجايه.